هذه المداخلة مع كرة بلدنا. يعني ده كان كل المتابعة، حبيت اجيب لكم متابعات حية لما يدور. عندي حاجة مهمة جدا، اتمنى لو تقدروا تجيبوا لنا فرج بيه عامر. عايز بس ايه يعني، مش عايز ادخل طرف في الرد على احد، لاني بحترم الجميع وكل الاراء فوق دماغي، ولكن لما يجي يكتب ميدو يجب ان يحارب مسؤول الزمالك على مشاركة الفريق في سوبر ابطال الكؤوس المصري السعودي. الاهلي اعتذر عن مباراة الهلال بسبب ازدحام جدول مبارياته، فما ذنب الزمالك في استبعاده من المباراة التي يجب يلعبها رسميا كبطلا لكأس مصر؟ عايز اخد من دي. طبعا كابتن ميدو اسم كبير، وانا لا احب ابدا اني انا ادخل في صدام مع اي حد او اقلل من قيمة اي حد.